طبعا. جوامع الكريم. جوامع الكريم يعني الفصاحة البلاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام، هذا كله من جوامع الكريم. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل فيه معنى كثير، مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة، لا ضرر ولا ضرار، شايف؟ كلمتين لا ضرر ولا ضرار، بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والأفيون وإلى آخره، هذا من جوامع الكريم.